الأهلي بيفتتح يعني شريط البطولة المستحدثة الدوري الأفريقي بتعادل مهم جدا كان في الإمكان أفضل بالتأكيد مما كان. أهدرنا فرص محققة بل أهدرنا أهداف محققة، ولكن قدرنا في النهاية بعد ما اتعمل علينا ريمونتادا أثناء المباراة وتحديدا في بداية الشوط الثاني أن أنت ترجع بالتعادل بنتيجة إيجابية 2-2. يمكن مارسيل كولر تحدث أنه مش مبسوط عن هذه النتيجة، ولكن على الأقل النتيجة دي بتعلي من فرص الصعود لمواجهة سان داونز بنسبة كبيرة. سان داونز لأن سان داونز قبل الحلقة بدقائق معدودة فاز خارج أرضه على بيترو أتلتيكو الأنجولي 2-0، والحقيقة ويليامز حارس مرمى سان داونز عمل مباراة كبيرة جدا وذكر الناس بأطهر الطاهر وتصدى لركلة جزاء أثناء المباراة، وبالتأكيد نتيجة خارج الأرض 2-0. كرة القدم فيها كل شيء، ولكن أصبحت شبه مواجهة محتملة بقوة ما بين الأهلي وسان داونز يوم الحد، مش اللي هو بعد بكرة. أنت عندك هتلعب الثلاث مباراة العودة وهتلعب يوم الأحد إن شاء الله تفوز، وإن شاء الله يوم الأحد يكون عندك مباراة في جنوب أفريقيا، وده توقيت صعب جدا وضيق الوقت في البطولة دي، ولابد من مراجعة بعض السلبيات في هذه البطولة. لكن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة. النادي الأهلي يا فارس كان ممكن يفوز، كان ممكن يحقق رقم كبير جدا في الفوز، سواء في الشوط الأول اللي قدرنا فيه بالفعل فرص محققة، وكمان كان ليك ركلة جزاء لم تحتسب بفعل فاعل من حكم تعمد إن هو يعني يسقط القانون أرضا في مباراة الأهلي وسيمبا، وأيضا في الشوط الثاني وتحديدا بعد التعادل والمرتدات كان عندك فرصة إن أنت تفوز بمباراة بنتيجة كبيرة على سيمبا التنزاني في أول مرة تحقق الأداء ده والفرص المحققة دي في مباراة سيمبا الفترة الأخيرة. أنا أعتقد إحنا هنضيف للتحكيم المصري مش بخير، التحكيم الأفريقي مش بخير. ده حقيقي. وإحنا والله اللي هو جزء داخل الكل والكل مش بخير. أنا حاسس إن إحنا عالقين. والله بجد يا جماعة، أنا حاسس إن النادي الأهلي عالق داخل أداء تحكيمي أو مستوى تحكيمي داخل القارة وداخل الدوري المصري والمسابقات والمنافسات المصرية، وضع صعب قوي. يعني أنا مش عايز أبدأ بالتحكيم، أنا عايز أبدأ بإن أنا إمبارح كنت سعيد قوي بالكلام كله لسبب. لأن أحيانا بشوف إن إحنا دايما البعض بيروح لفكرة إن لا إحنا كنا كويسين، كويس النتيجة ده خارج الأرض. لا يا جماعة، أنا بعد المباراة غير راضي. غير راضي ليه؟ ما هو في فرق إن أنت تبقى غير راضي عشان حاسس إن ده آخرك ودي إمكانياتك. لا، سكواد النادي الأهلي الموجود بعيد جدا، وسكواد النادي الأهلي هو الأقوى داخل القارة رقميا وفنيا. يعني أنت مش حتى سكواد على الورق في اللي هو لاعب متقله، أحيانا يبقى فيه إيه سكواد متوسط، ولكن في لاعب او اتنين بقيمه تسويقيه عاليه جدا فيخليك تحكم على السكواد غلط. لا، انت سكواد متوازن، ارقامه قريبه من بعض، ولكن عندك افضليه كبيره جدا. فانا امبارح شفت الافضليه دي في الملعب، وتخيل بقى دي من افضل المباريات ان النادي الاهلي لعبها في تنزانيا امام سيمبا. طب امال ليه مش راضي؟ لان النتيجه كانت ممكن تخرج افضل من كده. اخطاء مركبه، سواء تركيز، غياب تركيز كبير جدا امام المرمى، او على مستوى اخطاء دفاعيه محتاج كولر يقف عندها كتير جدا، ومحتاجين نفكر في فكره خط الدفاع، وانت عندك سكواد فعلا قوي، ولكن رفع الكفاءه في بعض المراكز منها فكره السنتر باكس شيء مهم جدا، وانا بشوف ان النادي الاهلي محتاجه بشكل كبير. فانا غير راضي ليه؟ عشان انت افضل في الملعب، عشان انت عملت مباراة كبيرة جدا، عشان انت كنت تقدر تخرج بفوز يريحك هنا، وده كان مهم جدا ان هو يحصل. فانا اللي خلاني زعلان ان انت النتيجة النهائية اللي طلعت بيها كنت ممكن تخرج بنتيجة افضل بكتير جدا، وكنت سعيد ان دي الفكرة اللي عند كولر. يا جماعة، فكرة التبرير وفكرة خلق الاعذار وفكرة كذا، لا، الفريق عنده قدرة، عنده مقاومات، واللي مريحني كمان في اللي جاي ان انا واثق ان في ان شاء الله باذن الله باذن الله في مباراة العودة انت لديك افضلية فنية، لو عكستها داخل الملعب اكيد هتقدر تحسم المباراة وبشكل جيد. بطولة كبيرة، بطولة اعتقد يعني كان فيه اهتمام امبارح ان هي تخرج بشكل يعبر عن بداية طليق بان البطولة دي بتتزق، ان هي يكون لها قيمة مهمة جدا داخل القارة، واعتقد يعني كانت في ظواهر ايجابية امبارح. برضو اعتقد احتفال لاعبينا والمشهد اللي خرجوا بيه، اعتقد هو ده المكسب الكبير جدا جدا جدا. كانت لقطة جيدة، لقطة رائعة،
وصلت لقلوب كل الناس وايضا جمهورنا داخل الملعب. اكيد يا فارس، وبعيدا عن الاحتفال اللي بالتاكيد يعني اتكلمنا فيه وعن تضامن النادي الاهلي مع القضيه الفلسطينيه، عندنا نقطه مهمه جدا بالنسبه لي وهي بتمنح كريدت كبير لمارسيل كولر ان الفريق هو النجم. تخيل انت بتلعب بعد توقف دولي بسبب رحله طيران بيغيب عنك احد ابرز نجوم الفريق، ورقميا الموسم الماضي مساهم تقريبا في 40% من اهدافك وهو علي معلول، ما يكونش موجود، يكون عندك امكانيه ان انت تشرك امام عاشور بعد تمام الشفاء 100%، لان ما كانش هيتواجد على دكه الاحتياط الا وهو واخد من طبيب الفريق ان هو 100% سليم والامر يخضع للامور الفنيه لمارسيل كولر. ما لعبش امام عاشور المباراه بشكل كامل، حتى غياب مودست لاصابته بنزله برد، كل الامور دي، ولكن قدر كولر ان هو يقول بوضوح شديد وبشكل عملي ان النجم هو الفريق، مفيش لاعب هو النجم، بالعكس منح فرصه كامله تقريبا للديبيس احتياطي علي معلول، ومش عايز اقول احتياطي واساسي، ولكن اللي لعب مكان علي معلول ونزل بعد كده خالد عبد الفتاح لنزول حسين الشحات في الامور والمهام الهجوميه، فيكون خالد يقدر ياخد اجواء الملعب ويقدر يعمل التغطيه بشكل جيد جدا على حسين الشحات. فكولر وصل رساله امبارح ان انا عندي سكواد اقدر العب اي 11 لاعب، ما اقدرش انسى كمان غياب محمد عبد المنعم، وقيمه محمد عبد المنعم من وجهه نظري افضل مدافع داخل قاره افريقيا، داخل قاره افريقيا هو محمد عبد المنعم وصاحب هدف الفوز بالبطوله الماضيه، ويكون مش متواجد، ولكن انت عندك ثقه في كل اللاعبين، ممكن يكون عندك بعض التحفظات على بعض المستويات اللي كان المفترض تتقدم بشكل افضل، ولكن انت وصلت رساله للجميع، النجم عندي هو الفريق، وده مهم جدا 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 للمدير الفني بيقود فريق بحجم النادي الاهلي والنجوم اللي وفرتها اداره النادي الاهلي لمارسيل كولر في هذا الموسم. الحقيقه زي ما قال فارس، الامور الفنيه بعيده عن سامبا، ومش قلقانين برغم ان فريق سامبا فريق بيقدم كره قدم حقيقيه، لا بيروح لتضييع وقت ولا بيروح لعنف مبالغ فيه، وبيلعب كره قدم حقيقيه، وبالتالي احنا نقدر نجيد امام هذه الفرق، وباذن الله بطاقه التاهل تكون لصالح النادي الاهلي واسعاد جماهير النادي الاهلي اللي هي وهي في تنزانيا ما نسيتش القضيه الفلسطينيه. ممكن نستعرض الصوره اللي من قبل المباراه ولقطات الجماهير في المدرج وهي بترفع اللقطه الفلسطينيه، وايضا بعدها على طول رد احتفالات لاعبي النادي الاهلي بعلامات النصر طبعا. والجميل في الموضوع ان كل دكه الاحتياط راحت عند رضا سليم اللي سجل اول اهداف البطوله دي عشان يدخل التاريخ، اول لاعب يسجل في الدوري الافريقي هو رضا سليم، والحقيقه كانت لقطه طبيعيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ودي طبعا لقطه احتفال كهربا بالهدف الثاني واللي عقب عليها ان هو حتى لو كان صوته محدود هو قادر يقدم الصوت ده لدعم القضيه الفلسطينيه، هو ده طبيعه النادي الاهلي، والحقيقه طبيعه الانديه المصريه بجماهيرها بلاعبيها، يعني ممكن يكون استثناء بسيط لبعض الانديه اللي ملهاش اي دور في الدعم ده، ولكن الانديه الشعبيه بشكل واضح جدا يعني عندها دعم واصل للقضية الفلسطينية. ده حقيقي يا أسامة، وزي ما احنا أكدنا يا جماعة هذه القضية يعني الجميع لديه أدواره فيها حسب موقعك وحسب دورك، وأكيد كلنا خلف بلدنا وخلف وطننا اللي قضاياهم دايما واحدة. وأعتقد المباراة على مستوى الأرقام حتى أسامة يعني زي ما انت قلت، فريق سيمبا يا جماعة من الفرق اللي تحب تلعبها، حتى تلاقي مبارياتك يعني سيمبا تعمل معاه مباريات صعبه خارج الارض، تيجي هنا ممكن تلاقي نفسك كسبته قبل كده بهيفي سكور. يعني هو فريق بيلعب كره قدم لكره القدم، وهو فريق من الفرق اللي فعلا تحب تلعبها، وهو فريق انا بشوف ان مبارياته دايما بتكون حماسيه وتنافسيه وبيضيف، يعني حتى مبارياته دايما تلاقيها مع الوداد فريق ممكن يعمل مفاجاه في اي لحظه، وفريق دايما بيقلل الفروق الفرديه بينه وبين اي فريق، لانه فريق عرف يكتسب خبرات كبيره جدا جدا في اللعب في افريقيا. يمكن يانج افريكانز التنزاني هو فريق ليه افضليه في المسابقات المحليه هناك، ولكن هو مش بشراسه ولا بقدرات سيمبا دايما في البطولات الافريقيه. ليه؟ يعني سيمبا يا جماعه عنده شخصيه افريقيه وعنده ذكاء في اللعب في المنافسات دي. اعتقد الارقام كانت جيده جدا انك توصل لارقام زي دي خارج الملعب، ان انت يبقى عندك 12 تسديده على مرمى المنافس، اعتقد ارقام كانت كبيره جدا، وقدرت تسجل هدفين وقدرت تضيع، وطبعا كان هناك امور تحكيميه هنتطرق ليها فيما بعد
صعبه جدا جدا رغم كل شيء كانت ممكن تسهل عليك المباراه. انا فارس لو كنا جبنا في الاحصائيه دي الاكسبكتد جولز كان هتبقى ارقام النادي الاهلي، لان الفرص الحقيقه اللي هدرت في سواء الشوط الاول او الشوط الثاني كانت فرص محققه بشكل كبير جدا.